حياه كريمه هي مبادره بالظبط. المشروع اللي راكب تحت منها هو مشروع تطوير الريف المصري، فده معناه ان احنا قد نتوقع وان نرى مشاريع اخرى مختلفه تحت مبادره حياه كريمه، مش كده؟ مبادره حياه كريمه ده لوجو يشمل ان كلنا عايزين حياه كريمه في الريف كويس. وفي بالظبط. اذا المشاريع المختلفه اللي عماله تحصل ومن ضمنها الاسكان والى اخره ده تحت الحياه الكريمه بالزبط. طيب خليني اقول 375 قريه مش كده الاولى اللي انتوا عملتوهم دول كانوا هم دول البايلوت بروجكت بتاعكم اللي خلاكوا تقدروا تخططوا لبقيه الريف بالظبط. اتعلمتوا ايه في الثلاث سنين اللي فاتوا؟ اول حاجه ان اتعلمناها قوي وحاولنا نتلافاها بقى في المشروع الكبير، ان فيه او ان التنميه ما بتتمش الا باشراك جهود شعبيه وجهود حكوميه، مش هنشتغل لوحدنا. النقطه الثانيه ان احنا لازم نشتغل مع الناس نفسهم والاحتياجات بتاعه الناس نحطها في اطار تخطيطي. النقطه الثالثه والمهمه ان الشغل على مستوى قرى صغيره قد يكون اكثر تكلفه، يعني قريه عايزه صرف صحي، الصرف الصحي بيتعمل في كلاستر في تكتل مجموعه من القرى عشان اعمل لهم محطه، فبعض قرى المرحله الاولى ما قدرناش نعمل ده عشان ما درسناش ما خدناش رقعه كبيره، فعشان كده الريس لما اتعرض عليه ده قال لك اخد مركز. النقطه الثانيه التنميه الاقتصاديه ما تنفعش على مستوى تجمع صغير او قريه صغيره، ده انت اذا كنت بتشتغل على تكتل اقتصادي بتشتغل على سلسله قيمه تخلق انتاج محتاجه رقعه اكبر. طيب.